الراجل والست ايد واحده مفيش واحد فيهم دوره اهم من التاني كل واحد ليه دور وليه رساله واحنا في برنامجنا ضد الرجاله عفوا اشباه الرجال بنعرض معاناه الستات مع اشباه الرجال تابعوني على المنصات اللي هتظهر قدامكم على الشاشه دلوقتي الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن النرجسي وتعريف النرجسي والمراحل اللي بتمر بيها الضحيه مع الراجل النرجسي النهارده هنتكلم مع ازاي تتعاملي مع الشخص النرجسي وازاي تتخلصي منه نهائي اول حاجه المعركه بينك وبين الشخص النرجسي هي مش معركه شخصيه هي معركه مبدا حياه معركه بين الخير والشر معركه بين الباطل وبين الحق لازم عشان تتخلصي من النرجسي لازم يتم التغيير من الداخل قبل الخارج طبعا شوية نقاط كده عشان نتقدر تتخلصي من كل مشاعرك ناحية الشخص النرجسي اول حاجة لازم تشوفي الحقيقة كاملة ولازم ما يكونش جواكي اي حنين او اي امل ان الشخص ده ممكن في يوم من الايام ان هو يتغير لان النرجسي ببساطة ما بيتغيرش وعلماء النفس, تق... علماء النفس نفسهم فشلوا في ان هم يغيروا النرجسي او يلاقوا له منهج في ان هو يقدر الناس تتعامل معاه كحياه طبيعيه النرجسي طبعا احنا عارفين ايذائه قوي جدا وبيوصل آه لدرجة ان ممكن يوصل الضحية بتاعته للانتحار ودي مرح اصعب مرحلة ممكن توصل بيها الضحية اللي بتعاشر الشخص النرجسي اول حاجة لازم تتعاملي ان النرجسي هو عدو حقيقي ليكي ولازم تعرفي ان النرجسي في كل حاجة كان بيعملها او في كل لحظة كان بيغيب فيها عنك هو بيخونك من وراكي ولازم تعرفي انه كان بيطعنك في ظهرك ودايما بيحاول ان هو يسيطر عليكي ويخوفك ودايما يأذيك وكان على, على, على الصعيد التاني كان بيرقص او بيتباهى باللي بيعمله فيكي مع ناس ما عندهمش شرف ولا اخلاق شبهه الشخص النركزي هو شخص مؤذي جدا لدرجة أنه هو آه ما ينفعش تشعري معاه بالامان شخص خاين شخص غدار شخص آه غير امين على اي شخص في حياته بالمرة اناني بدرجة الامتياز تانى حاجه الاستقلال المادى لو انتى معتمده ماديا على الشخص النرجسي لازم تستقلى ماديا ويبقى ليكى كارير ويبقى ليكى حياه ماديه بعيده عنه وده بيضعف سيطرته عليكى تالت حاجه هي البرود النرجسي دايما بيتعمد ان هو يستفزك عشان يطلع اسوأ ما فيكي وعشان تغلطي وتطلعي انت الغلطانه في الاخر فلازم دايما تكوني مسيطره على اعصابك علشان تقدري تتحكمي العقل مش المشاعر النقطه اللي بعدها هي التجاهل لما تقرري ان انت تتخلصي من سيطرة النرجسي عليك لازم تتجاهلي كل تصرفاته وافعاله وكل مشاعر اللي بيحاول يقلل فيها منك خدي بالك النرجسي هيحاول ان هو يسوق سمعتك او ان هو يشهر بيكي ويكره كل اللي حواليك فيكي ويقلل ثقتهم فيكي ويخلي كل الناس تنفر منك وهنا انت ما ينفعش تقفي في موقف دفاع عن النفس نهائي بالعكس تجاهلي كل التصرفات دي تماما لو انت فعلا عايزه تتخلصي من الشخص النرجسي لان ده هيقتل غروره النقطه اللي بعدها التخلص من الامل ان يتم اصلاحه زي ما قلنا النرجسي ما بيتصلحش ودايما كل علماء النفس وصلوا لمرحله بيقولك كونتاكت no يعني ما تتواصليش معاه نهائي ولازم تتخلصي من علاقتك بيه لان علاقه سامه ومؤذيه جدا عدم التاثير بتهديداته بالبعد عنك اوعي إيه تتاثري لان النرجسي طول الوقت دائم التهديد انا هبعد عنك انا هسيبك انا هطلقك انا هخرج من حياتك لان هو بي... ده مسيطر عليكي فبالنسبه له بعده عنك هو ده اللي بيحسسك بالخوف وبيحسسك بالقهر وبيحسسك ان انت تايهه مش هتقدري تعملي حاجه من غيره آه فعشان ما يحسس انك آه يعني دايما ما توصلوش لا اوعى تمشي لا ما تسيبنيش لا ما تبعدش عني لا لازم يحس ان انت تقدري تعيشي من غيره عشان تقدري تقتلي الغرور والانانيه بتاعته وتقدري تتخلصي من سيطرته عليكي النقطه اللي بعدها الثقه في النفس التعامل مع النرجسي لازم يكون عندك ثقه بنفسك قويه جدا لان النرجسي دايما بيعرف يسيطر او بيختار الشخصية الضعيفة عشان يقدر يسيطر على فكرها ومشاعرها وعلاقتها مع الاخرين فهي بتكون فريسة او الضحية بتاعته السهلة ده من حاجة اللي هي خلي دايما اولوياتك هي نفسك اوعي اوعي ثم اوعي ان انت تن... تندرجي لشهواته او اهواءه او آه سيطرته او هو عايز ايه او هو حابب ايه او آه ما تخليش احتياجاته هي في اولوياتك لا احتياجات نفسك إنتي وانت عايزه ايه هي في الاولويه عشان هو ما بيراعيش مشاعر غيره فما ينفعش ان انت تراعي مشاعره ولا حتى تفكري فيها ولازم ده يوصله عشان يضعف قوته المسيطرة عليك اتحدى اي شخص وعلماء النفس قالوا ده ده مش كلامي اتحدى اي شخص دخل في علاقة مع نرجسي وحاول يتخلص منه الا لما يكون شاف حقيقته كاملة الا لما يكون عارف كل اللي كان بيدور من ورا ظهره من تخطيط ومن شر ومن غدر ومن خيانة ومن وجع اوعى تفتكري ان مسامحتك للشخص النرجسي بتبقى جاية من طيب قلبك او من قناعاتك او اللي اتربيتي عليه لا الشخص النرجسي بيشوف اللي بيسامحه انسان غبي وانسان يستحق الخيانه ويستحق الغدر لانه انسان غير سوي وانسان غير طبيعي لكل بنت بتحاول ان هي تتخلص من شخص نرجسي في حياتها او مش عارفه ان هي في علاقه سامه مع شخص نرجسي لازم تتخلصي من العلاقه دي لان هي ممكن توصلك للانهيار ممكن توصلك للانتحار ممكن توصلك لاذيه النفس غير الاذيه النفسيه والجسديه اللي هو هيعملها معاكي وهيطبقها عليكي عشان تبقي شخص ضعيف وهش دايما علماء النفس كمان قالوا ان دايما اقفي قدام مرايتك وقولي مميزاتك وامدحي في نفسك عشان ده يديك ثقه في نفسك اقعدي اكتبي كل حاجه عملها معاكي النرجسي من بدايه العلاقه من اهتمام من احتواء من هدايا من كلام حلو من وعود زائفه من كل حاجه انت صدقتيها اقعدي اكتبيها خطوه بخطوه وقطعيها مره واثنين وثلاثه امسكي الصوره بتاعته وحاولي تقطعيها وتحرقيها اكتر من مره عشان تقدري اني ان ان ده يكون عندك قناعه من واحساس نفسي ان أنتي فعلا قادرة وقوية ان أنتي تسيطري على حياتك وعلى مشاعرك اللي هو استولى عليها وعلى حياتك اللي هو دمرها والوحدة اللي حطك فيها ببعدك عن اهلك وتشويه سمعتك وكل الحاجات دي وابدأي ان انت مرسي هواياتك اللي بتحبيها اخرجي ابدأي اعملي علاقات وشوفي صحابك كل ده هيضعف قوته هو ناحيتك ومش هيبقي قادر يسيطر عليكي ومن هنا انتي هتبقي تغيرتي من الداخل قبل الخارج وبالتالي هتبقي قدرتي تخلصي من سيطرة النرجسي الحقير النرجسي المؤذي النرجسي الشيطان عليكي استنوني في الحلقه الجايه من ضد الرجاله وما تنسوش اللايك والشير وما تنسوش رايكم بيكمل راينا وهستنى كومنتاتكم وما تنسوش تتابعوني على المنصات اللي هتظهر قدامكم على الشاشه دلوقتي